السلام عليكم، شلونكم ياب؟ بهذا الفيديو راح اشوفكم شلون سويت ابواب ومجارير للكاونترات اللي موجوده بورشتي، وشلون سويت مجارير اثنين واحدة ببطن اللاغ حتى تشيل لي النواعم، شغلات الصغيره كلها تلملمها وتصير مرتبه. وراح اشوفكم شلون شديت السكتش مال المجارير وشلون شديت النرمايد مال البوب الهيدروليك. اذا كانت هاي السوالف تهمك تابع الفيديو وياي. بسم الله نبدي الشغل. الكابينات مال الكاونترات انا مسويها من زمان، هسه بس اسوي قواطع حتى اسوي بيها مجارير. فصلت على منشار التشريح مثل ما تشوفون، هسه اسوي بيها هذه القصة حتى تقعد بمكانها. هنا هم زين الله ستر ما كملت القصة، لما كنت منتبه على القرص نصيته على نفس الارتفاع مال الحفر وكملت القصة مالتها، صارت تمام. بس بقى بيها شوية هسه بعدين اقصها بالمنشار اليدوي. طبعا انا عندي كاونترين بالورشة، كل كاونتر بيه كابينات اثنين، فراح اسوي ثمان مجارير وثمان ابواب. راح اثبتها بالكاونتر باستخدام قالب التثقيب الجانبي، زرفتها من فوق على طولها، ومن جوا راح ازرفها بس من قدام، باعتبار الخشبة اللي راح تلزمها من جوا راح تكون قصيفة بس من قدام تقريبا 15 سنتيم. احسن شغلة ممكن تسويها من تستخدم قالب التثقيب الجانبي شد عليه المكنسة الكهربائية. فكرت بيها قلت ما يحتاج اسوي ارضية كاملة حتى اسوي مجر، فسويت جسر من النص يفصل الكابينة وخشبة بالعرض حتى تكمش لي اياها. هسه شوفوني شلون هذه الخشبة اللي هي راح تصير من جوا بس حتى تكمش لهذا الجسر ويكون ثابت. هذا الخشب البلايوود سمك 18، هذني البراغي كلها لازم تكون 32 ملم اللي هي انج وربع. وهالشكل صار عندي مكان مال مجرين. هسه نبدي نسوي المجارير. جبت لي بلايوود اندونوسي هذا النوع، هم انا سمك 18 ملم بس يصير شوية اخف حتى اسوي الهيكل مال المجر. قصيته كل قطعة بعرض 15 سنتيم ونص. انا المجال اللي سويته للمجارير تقريبا 16 سنتيم. هذه الحفرة يسموها حفر لاية حتى تقعد بيها الخشبة مال الأرضية. الخشبة مال الأرضية السمك مالتها 5 مليم، هذا القرص سمكه 3 مليم. فأول شي قصيتهن كليتهن وبعدين حركت الكشاو شوية وقصيت وشيكت شفتها لحد ما قعدت تمام، ثبتت الكشاو على هاي الوضعية وبديت أقصهن لهذن الخشبات كليتهن. طبعا أنا عندي 8 مجارير، هذن المجارير كل وحدة بيها 4 من هذن الخشبات حتى تصير بوكس، وتحسبوهن كم خشبة تصير. كلش هواية. كل مجر سويته خشبتين من عنده حفرتها بهاي الطريقة حتى اسوي في الشيء اسمه لاب جوينت، انه خشبة تحضن خشبة بالنهاية بالمفصل. انا طبعا مسوي مجارير وشارح هاي الطريقة قبل. اول شيء نخلي الارتفاع مال القرص بنفس سمك الخشبة اللي هو 18 مليم، وبعدين نخليها بالعرض وننزل القرص بنفس الارتفاع الحفرة اللي سويناها ونكمل القصة. راح يصير عندنا زاوية تقعد بيها الخشبة الثانية بالضبط. هذا البلايوود السمك 5 مليم اللي راح استخدمه للارضية مال المجر. ورا ما فصلتهن على القياس المطلوب بديت اجمعهن. طبعا القياس مالتها اخذتها كلها واقع حال، يعني الخشبات اللي قصيتهن على عرض الكابينة اللي عندي طبعا جيت قعدتها واخذت القياس مالتها داخل هاي الحفرة اللي حفرتها وقصيت البلايوود مال الارضية على قدها. هالمرة حبيت اجرب استخدم بس بسامير بدون ما اخلي لها غرة. بالمرات الفاتت كلها اني استخدم غرة ويا البسامير، هالمرة قلت خل اجرب اشوف. طبعا صار شوية بملعب افضل تخلوا له غرة. هسه نجي نشد السكتش مال المجارير. طبعا كل سكتش تتكون من قطعتين، هذه القطعة هالشكل تنسحب وتطلع، هذه تروح تشكل بالمجر والثانية تشكل بالكابينة. قشرت هذا الخط بحيث تصير شوية أعلى من الأرضية، وهذا الخط حفظت القياس مالته نفسه، رحت أفشرته على البوكس مال المجارير بس قللت من عنده تقريبا 5 مليم، وثبتت القياس مالتي على الجونية وجريته على المجر هالشكل وثبتت هاي القطعة الثانية. طبعا هذه القطعة تكون ويا الوجه مال المجر بالضبط. هسه نجي نسوي المجارير الصغيرة اللي تقعد ببطن المجر مالتنا. طبعا سويت بس اثنين بهاي الطريقة، خليت خشبتين بلايوود حتى تحفظ لي نفس المسافة مال السكتش بداخل المجر وثبتتهن. وطبعا اني فصلت المجر الصغير بنفس الطريقة اللي سويت بيها المجر الكبير بس على اصغر. شفت المجر اللي سويته؟ الخشبة اللي بالظهر مالته قصيتها بالنص وقاعد عندي قشاية شعراية. طبعا المفروض يصير المسافة اكثر حتى تعطي مجال للتمدد وتقلص مال الخشب. قعدت بمكان حتى اتأكد الوضعية تمام، الحمد لله كل شي تمام. هسه بقى بس نفصل الابواب والوجوه مال المجارير. طبعا قصيتهن قصة واحدة حتى يصير عندي هاي القطعة الفوق وجه للمجر والجو الباب حتى يصير تناسق بالدمار مال الخشب. بالنسبة لليدات حبيت اسويها بطريقة الجي دور، اذا سامعين بيها او لا، انه يكون الباب بدون يده او اليدة مالتها مخفية. فحفرتها بهاي الطريقة وخليت هاي الضربة مال الفريزة المقوسة حتى تسوي لي هاي الحركة.
ما اعرف يعني انا شايفها بالمطابخ يسووها، بس طبعا يسووها بمعامل وبغير اجهزه مو بهاي الطريقه. انا فكرت بيها وسويتها هالشكل. حفرت مكان للنظماده هاي البرينه 35 ملم، والمسافه بين الحافه والسنتر مال هاي البرينه هي سنتيمين ومليمين. طبعا كل باب لازم تلزمها نرمادتين، اذا كانت الباب اكبر يحتاج نرمايد اكثر، انا بحالتي 2 كلش كافيه. المسافه بين النرماده والحافه بالخشبه 15 سنتي. حتى ثبت الوجه مال المجر قعدت هالشكل وثبتت فخه من ورا المجر وسحبته، كملت عليه بجنب فخه وضبيته ببراغي من الداخل. بعدين جبت الباب اللي مثبت عليها انا النرمايد وطخيتها ويا المجر وضبيتها برغيين، وقعدت اتشيك على كيفي بالبراغي اللي موجوده هي بالنرمايد، عدلتها لحد ما قعدت تماما. طبعا بوقتها من وصلت النرمايد كنت رايد قسم منهن وسطيه وقسم منها طرفيه، دزولي بس طرفيه، فحتى اعالج هذا الموضوع كبست خشبتين بلاي وود من الجهتين بالنسبه للخشبه اللي بالنص حتى تصير كانما عندي خشبتين، واقدر استخدم هاي النرماده الطرفيه بدون ما تصير عندي اي مشكله. وهاي هالشكل صارت القبضه اللي تسحب المجر واللي تسحب الباب اللي هي الجي دور او الجي بول. شنو رايكم بيها؟ شوفوها عمليه لو لا؟ شو انا حبيتها يعني لحد الان دا استخدمها كلش اوكي. وهالشكل صارت الكاونترات مالتي، ترتبت الحمد لله. سويت لها 8 ابواب و8 مجارير، هذا الباب النرمايد الهيدروليك من السدها تنسد على كيفها، صح شوية تتاخر بس اوكي، سدها وعوفها هي تنطبق على كيفها. هنا رتبت الغراض مالتي، هذا المجر كلي تسوال في التصوير، الكاميرات والحبشكلات والاضاءه. وهنا خليت كل البراغي والتشويات والشغلات اللي لها علاقة بيها، وهذا المجر خليت بيه شوية نواعم. الحمد لله هذه الأبواب والمجاري رتبت لي الورشة كل شهواية. هذا لقطة بسيطة من كواليس التصوير. طبعا كلش أشكر الفنان اللي دزت لي هاي الصورة واللي دز لي هذه اللوحة. تقدرون تشوفون هنا شلون كان الكاونتر هوسة، وكل الغراض من بيني كنت دائما أتجنب أنه أصور من بعيد. يعني شوفوا مثلا بهاي اللقطة لما دا اشتغل بالمكتبة اليابانية كنت احاول اقرب الكاميرا قدر الامكان على الشيء اللي انا دا اشتغله حتى لا تبين الهوسة اللي وراها. دا تشوفون الكاونتر وراها شلون مهوس وشكله محلو بالتصوير، بس هسه صار الموضوع كلش اوكي. بالعكس قمت ارجع الكاميرا حتى ابين الكاونترات شلون صارت حلوة، حتى تبين الادوات اللي وراي شلون تبين الورشة لان يعني تعبان عليها ومرتبها حتى تصير حلوة بالتصوير. كانت الكاونترات كلش مضايقتني. وبس لهنا ينتهي الفيديو مالتنا. شكرا جزيلا لمشاهدتكم، اتمنى استفاديتوا من عنده ولو بشيء بسيط. اذا كان عندكم اي ملاحظه او اقتراح يا ريت تكتبوا لنا اياها بالتعليقات جوا، واللي ما مشترك بالقناه يا ريت لو يشترك ويانا حتى لا تفوت الفيديوهات الجايه. واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله في امان الله.